مجدا ليسوع. علي هيك للعالي كتابك المقدس. فيش حدا اليوم حابب يسمع كلمة الرب؟ نعم؟ شكلكم كلكم بك تخطبوا، ما حدا بيسمع كلمة الرب؟ فيش حدا بيسمع كلمة الرب؟ آمين. قول معي، هذا هو كتاب المقدس، أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش، أنا جاهز كي أستقبل كلمة الإيمان التي تزرع فيا فتعطي الثمار 30، 60، و100. سوف أتغير، لن أظل كما أنا باسم الرب يسوع. ولك من الآن كل شكر. هللويا يا رب. الآن أنا أصلي بأنك أنت الآن تأتي يا رب بالروح القدس وتلمس كل قلب. أنا أصلي الآن يا رب أنك تنزع كل تشويش، تنزع كل عدم إيمان باسم المسيح، أنك أنت الآن يا رب تأتي بدمك وتغطي أفكارنا قلوبنا، تحرس أفكارنا وقلوبنا الآن بالروح القدس. الآن تعال يا رب افتح أذهاننا لكي نفهم الكتب وقوة الله. ينبغي أنك أنت تزيد، كل واحد فينا ينقص، ينبغي أنك أنت ترتفع، ينبغي أنك أنت يا رب يكون اسمك في العالي ويكون في الوسط في هذه الكنيسة. ليس لنا لكن لاسمك أنت فقط نعطي كل المجد، ليأتي ملكوتك وليتقدس اسمك ولتكن مشيئتك أنت أيها القدوس البار إلى أبد الآبدين. كل شعب الله يقول آمين ثم آمين ثم آمين ثم آمين. هللويا هللويا هللويا. اليوم مبدئيا سوف أبدأ أن أتحدث عن أمور هامة، ومشان هيك الآن بديك أنك تفتح دينك وعيونك ما عدا تمك. هللويا. وأنك تكون جاهز أن تستقبل، لأن الموضوع يخصك ويخصك، لأنه أنت قد وضعت من قبل الله أن تكون فاعل. طلب لحدك قال له أنا فاعل، أنا مش مفعول به. قال له هيك، قال له أنا مش مفعول به، أنا فاعل. يا أحبي، الله قد وضع في الكنيسة رسل، عفوا، الله وضع في الكنيسة رسل، أنبياء، مبشرين، رعاة ومعلمين. الله قد رفع هيدول الأشخاص، أو خلينا نقول وضع هيدول الأشخاص لترتيب الكنيسة. الكتاب يقول إنه من أجل ترتيب الكنيسة قال وتعليم وتدريب القديسين في عمل الخدمة. استقرأ هذا بأفسس الإصحاح الرابع، بتقول مهمة هيدول الخمسة هي بالحقيقة هي أن يدربوا القديسين من جهة عمل الخدمة، من أجل أن يؤهلوا المؤمنين من جهة عمل الخدمة. لاحظ معي الآن بأن عمل الخدمة ليس في هدول الخمسة، لكن عمل الخدمة هي في المؤمنين. معي؟ استقرأ بأفسس الإصحاح الرابع. خلينا نقرأ بالحقيقة مع بعض هذه الآية الآن لكي تفهم عن شو أنا عم بحكي الآن، حتى لنبني الآن مع بعض حديثنا في هذه الكنيسة اليوم. أفسس، رسالة الرسول بولس لكنيسة أفسس، والإصحاح الرابع والآية 11، وهو قد وهب البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. لاحظ مجموع البعض هو نعم؟ نعم. بسأل سؤال، الظاهر أنه مش معظمكم درسين ماتيماتيك أو رياضيات أو نعم. عادة إذا أقول تفاحة زائد تفاحة شو بيعملوا؟ لاحظ مش اثنين، تفاحتين، صح؟ بطيخة زائد بطيخة يساوي بطيختين. برافو. يعني شو هال لصعبكم إياها، 1,543 بطيخة. الجواب فوري. الآن بمعنى آخر، الآن جمع البعض هو ليس الكل، جمع البعض هو البعض. أعطى البعض أن يكونوا رسلا، البعض أنبياء، البعض مبشرين، البعض معلمين، البعض
رعاة. لاحظ قال لتأهيل القديسين من جهة عمل الخدمة. نلاحظ الآن هذه الآية من بعدها دغري. لاحظ قال لتأهيل القديسين من جهة عمل الخدمة. بمعنى آخر مين اللي سوف يعمل عمل الخدمة؟ هن المؤمنين، هن المقدسين بالرب، هن أولاد يسوع. ما هي مهمة هيدول الخمسة؟ الله قد أعطى هيدول الخمسة مهمة سامية ودعوة هامة وهي من الله. مشان هيك مش كل واحد مدعو أن يكون رسول، مش كل واحد مدعو أن يكون نبي. مشان هيك ما تدور على دعوتك بين هدول الخمسة، لأنه الله قد أعطى البعض. نعم مشكلة إذا كل بيكون هيك. تخيل كل الكنيسة رعاة ما فيها شعب، حدا عم سمع علي لين؟ أو تخيل كل الكنيسة رسل، أو تخيل كل الكنيسة معلمين، ما في حدا يتعلم، كلهم معلمين. مع الآن الله قد أعطى البعض. إذن أنت دعوتك لربما ما تكون من هذه الخمسة. وخليني أقول لك الآن على الأرجح هي مش من هذه الخمسة. هذا عم سمع علي الآن؟ على الأرجح، لأنه الله قد أعطى البعض، وهذا البعض الله قد دعاهم بطريقة ما. مع الآن لربما يكون دعيك الله في هذا الأسلوب، لكن الآن عليك أن تفكر بأنك بالحقيقة أنت الآن موضوع لكي تتأهل من جهة عمل الخدمة. نلاحظ الآن يا أحبائي، بمعنى آخر الدعوة الرسولية هي دعوة خاصة، الدعوة النبوية هي دعوة خاصة. فينا كلياتنا نتنبأ، لكن هذا لا يعني أننا أنبياء، لأن الدعوة النبوية هي دعوة خاصة. هذا عم سمع علي الآن؟ في موهبة النبوة غير موقع النبي. النبي شيء والذي يتنبأ شيء آخر. هذا عم سمع علي الآن؟ فيك أنت أن تتنبأ، لكن هذا لا يعني بأنك نبي، لأن النبي هي دعوة. النبي هو دائما نبي، مش مرة يتنبأ، النبي دائما هو نبي. معي؟ فيك تبشر، لكن هذا لا يعني بأنك مبشر. أو واحد حفظ له وعظة صار مبشر، وتلاقيه أوف أنا صارت عندي 4-5 وعظات عظيم، خليني سير رسول وأقتحم وأسس كنائسنا. الآن سمعني جيدا الآن، لربما أشخاص بيعملوا هيك بيكتشفوا بعد شهر شهرين بأنه بالحقيقة خلصوا. كنا منعرف كلمتين خلصوا، هلأ شو؟ مع إليه؟ لأنه الله قد أعطى البعض. الآن يا أحبائي لاحظ، قال لتأهيل القديسين من جهة عمل الخدمة. بمعنى آخر هيدول البعض موجودين لكي يؤهلوا أو لكي يجهزوا أو لكي يدربوا أو لكي يخدموا هيدول الذين يريدوا أن يخدموا. معي؟ إذن أنت الآن لربما تصف حالك في الكاتيجوري أو في المنطقة اللي هي تأهيل القديسين من جهة عمل الخدمة. نلاحظ الآن يا أحبائي، مثل ما قلت لك الله عنده دعوة خاصة لهدول الأشخاص، لكن الرب يسوع نظر إلى التلاميذ وقال الحصاد كثير والفعل، والفعل شو؟ بمعنى آخر الكل فعل. ها؟ أنت راعي بمعنى بشكل خاص، اسمعني جيد الآن، من أجل خدمة الله، لكن في دعوة خاصة للرعاية. أنا ما بحكي الآن عن الراعي اللي هو يرعى الكنائس، أنا بحكي الآن عن أنك أنت تكون فاعل. الله يريد أن يحول الكنائس في هذا الجيل من كنائس متفرجة إلى كنائس فاعلة. ولا يبدأ الأمر بأنه هذه البنية تتغير، لأنه الكنيسة هي ليست الحجار. لما أنا عم بحكي عن الكنيسة عم بحكي عنك أنت، عم بحكي عنك أنت. أنا عم بحكي الآن عنك أنت وعنك أنت، بأنك أنت تبلش تتبدل بأفكارك وتقول أنا الآن عندي مسؤولية. مسؤوليتي ليس أن أحاول أن أخذ مراكز. وأشخاص بعض الأحيان تأتي إلى الكنائس وعندها مشكلة في مواضيع كثيرة، عندها مشكلة، لأنه بالحقيقة اسكنت في كنائس طقسية واسكنت في كنائس ما عندك أي مجال، كنت تروح توقف وتقعد توقف وتقعد وما تعمل شيء وتقول أنا رايح صلي. صحيح؟ صحيح إيه ولا لا؟ لكن فجأة لما صرت بكنائس مؤمنين فجأة صار عندك طموحات غريبة. بالحقيقة ليست دعوات لكن طموحات.
هذا عم سمع علي الآن. وفجأة يتحول قلبك من شخص يريد أن يخدم الله لشخص يريد أن الله يخدمه. ليك كيف ما حد عم بيقول أمين؟ فجأة مرة سأل شخص قال أنا عندي دعوة ما حدا منتبه لي أنا ما بعرف شو. قلت له بسألك سؤال، أنت هون شو هلأ؟ قال كنيسة. قلت له بالكنيسة شو بيعملوا الناس؟ قال بيصلوا. قلت له لكن صلي. بكل بساطة وفجأة الأهداف والنظرات وفجأة الأولويات تتغير في حياتك، وبتلاقي حالك صرت بمأزق مش عم تعرف تطلع منه. ليه؟ لأنك بالحقيقة لا تنظر إلى شو يسوع عم ينظر، لا تنظر إلى شو يسوع بده، لا تنظر إلى شو الله يريد منك اليوم. الله يريدك أن تكون فاعل. الله بمعنى آخر أن تنسى كل طموحات أرضية، أن تنسى كل أمور جسدية، أن تنسى كل مبادئ قد علمك إياها العالم من أجل حب السيطرة وحب الظهور وحب الوا وا 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 وا، وأنك تعتقد بأنه إذا كان أي إنسان في هذا العالم يعتقد بأنه إن كان لا ينجح في أمور العالم ولا ينجح كيف أنه هو الملاذ الأخير لقاله أنه أنا فيني روح على بيت الله وأعمل شيء من حالي. اسمعني جيدا يا أحبائي، الله يرفع من يشاء والله يضع من يشاء. هذا البيت هو بيت مين؟ مين مسؤول فيه؟ إذن أنت شو هدفك؟ قال يسوع نظر إليهم وقال إن الحصاد كثير والفعل قليلون. الله يريد أن يضع في قلب كل مؤمن في هذه الأيام نفسية شخص فاعل، لأنه نهار اللي بتبلش أنت تهتم بالحصاد تبلش تهتم يصير عندك قلب كقلب الله. الرب يسوع المسيح نظر إليهم وتحنن، قال إذ رأى أنهم كقطيع من دون راعي. إلى الآن يسوع يا أحبائي ينظر إلى هذه المجتمعات العربية اللي أنا وياك منحكي لغتا، ينظر إلى بلدنا لبنان، ينظر إلى كل الناس اللي عم تصرخ لقاله ليل مع نهار وحس إنه في ظلم ما في عدل. وينك يا الله؟ تسمع هذه الكلمات مليون مرة لربما أو مليار مرة في هذا العالم العربي، إنهم كقطيع من دون راعي، ولكن الفعل في قلب الكنائس بدل ما أن يذهبوا إلى الحصاد ويحصدوا حصاد الرب بتلاقيهم عم يفعلوا بعضهم ببعض. وعم يتبارزوا بعضهم مع بعض. الله يريد فعلة تملك قلب. قلب وين ما كنت أريد أن أخدم، قلب أريد أن هو يزيد. أنا مش مهم، اسمي مش مهم. لاحظ قال لي يتقدس اسمك، ما قال لي يتقدس اسمي. انتبهت؟ لاحظ قال لي يأتي ملكوتك، ما قال لي يأتي ملكوتي. لاحظ قال لتكن مشيئتك، ما قال لتكن مشيئتي. نو بمعنى آخر إنك تدور على vacancies كأنه شي شركة، ما هيك؟ إنه تقول يا خي أنا ما قالي محل. وين هالبدعة هيدي إنه بجسد المسيح ما قالك محل؟ إلا إذا أنت حاسس إنه بدأ يكون محلك غير محل. هذا عم تسمع علي الآن؟ فيها الإيد الآن تنط تقول أنا مش عجبني أن يكون إيد، يا بتعملوني عين يا أنا بدي فل. عندي شرط. ما بتنفع يعني. تخيل أنا هون في هيك هلا، كيف بدي يكون شكلي يعني أول شيء؟ وعيني وين بحطها يعني؟ شو بعمل فيها؟ يا أحباء، نهار اللي الله
ببلش يعمل بقلبي وبقلبك. أنا وأنت نختلف من نفسية أشخاص مبذرين إلى نفسية أشخاص منتجين، إلى نفسية أشخاص لا تبحث عن قيمتها وعن مكانتها وعن وجودها وعن أمورها وعن ملكوتها وعن اسمها وعن احترامها وعن كل هذه المسائل. تعرف سؤال الرب يسوع المسيح؟ قال هو صار خادما للكل. قال لأجل ذلك رفعه الله. استقرأ بفيليبي، تقرأ قال وضع نفسه، صار عبدا، ملك الملوك، رب الأرباب، لحاكم العالم، خالق السماء والأرض. قال صار عبدا، مش إنسان عادي، يعني كان أقله في يقول يا خي هيدي بحد ذاتها تواضع أنه هو صار إنسان، صح؟ لكن أبى أن يكون إنسان عادي. قال لا، أنا مش بس إنسان، رح كون إنسان عبد خادم. في أكثر من هيك بعد؟ قال لذلك رفعه الله كإنسان الآن. فكل اسم، لكي تسجد لاسم يسوع كل ركبة في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض، ويعترف كل لسان بأن يسوع هو رب لمجد الله الآب. نعم، في هذه الفترة أنا أريد أن أعلم عن موضوع جديد، أريد أن أعلم عن 12. أريد أن أتحدث لكم اليوم عن رسل يسوع. هل حابب يعرف اليوم عن رسل يسوع؟ نعم. الرائع بالموضوع يا أحبائي أنه أنا وياك اليوم نعرف رسل يسوع 12. منسمي أولادنا على أساميهم، في كاتدرائيات في العالم اسمها على أساميهم، كاتدرائية مار بطرس، كاتدرائية مار متى، كل أياتهم هدول كنائس سميت على اسم هدول البشر. لكن حابب أعرف من إن هدول البشر. ها؟ أنا وياك الآن منسمي أسماء أولادنا مثل أسمائهم، هدول 12. أنا وأنت اليوم عاملينهم أشخاص غير عاديين، لكن يوم خلينا نتعرف عليهم. والرائع بالموضوع بأنه اللي نقاهم مين؟ والرائع أكثر بالموضوع بأنه صلى كل الليل لينقي هدول 12. أليس هذا رائع؟ نعم. من بعد ما صلى كل الليل نقى 12 واحد. يسوع مين نقى؟ هللويا. نقى كم واحد؟ نقى. الرائع بالموضوع الآن أنا ما بدي أحكي عن مين نقى، حابب أحكي عن مين ما نقى يسوع. لأنه لما بتعرف مين ما نقى يسوع رح تعرف ليش نقى شو نقى. بقلب الشعب كان في كتير ناس معلمين بهذاك الوقت، كان في كتير ناس فهمانين كتير بهذاك الوقت، كان في فريسيين عظيمين بهذاك الوقت، كان في أشخاص روحانيين وروحيين وعظيمين ومعلمين ويملكون فلسفة وعلم واجتهاد ومواقع في المجتمع. لكن يسوع بالنسبة لكل هدول البشر نقى صيادين. لاحظ، أنزل الأقوياء عن عروشهم، الكتاب يقول، قال ورفع الوضعاء. نعم، أنك تفهم الآن مش مين نقى يسوع، لكن تفهم الآن مين ما نقى يسوع، تختلف حياتك. بأنك كتير أمور أنت، أنا وأنت بعض الأحيان منحاول أنه نعملها لكي نلفت أنظار الرب. بالحقيقة كل ما عملتها وكل ما عملتها وكل ما عملتها، بدل ما تلفت أنظار الرب أنت عم تبعد حالك من أنك تتنقى. لأنه لله يريد أن يختاره. فيه ميزة واحدة، الاثناش على فكرة كان فيه ميزة واحدة، فيه ميزات عديدة يعني، لكن الاثناش خليني أقول لك هيك الآن، عندهم بادج لبسينه هون، حاطينه هيك وماشيين فيه. الاثناش كانوا، إذا ما سمعت شيء اسمعش بدلك هلا، الاثناش كانوا أتباع يسوع، نقى أتباع. نعم، هذه لحد ذاتها الآن لازم تعطيك إعلان غير عادي، إنك تفهم بالحقيقة بأنه مش يسوع اللي بده يلحقك، أنت اللي بدك تلحقه.
بأنه بمعنى آخر مش هو بيتغير ليشبهك، أنت اللي لازم تتغير لتفوت بالجو. ولاحظ الاثناش لما طلع فيهم يسوع قال لهم كلمة واحدة، اتبعني. لاحظ ما قال اتبع مواقفي، لاحظ ما قال اتبع تعاليمي، لاحظ ما قال اتبع منظمتي، لأنه أنا بلشت خدمة جديدة اسمها Jesus Christ Ministries. جمعية يسوع المسيح للتبشير والرعاية، بدك تنضم إلي الآن؟ لاحظ ما قال انضم للمنظم اللي أنا الآن أسسها. حد عم سمع علي الآن يا أحبائي؟ لاحظ أنا وأنت نضحك الآن على الخبريات، لكن أنا وأنت أتينا إلى المسيح بهكذا نفسية إنه يسوع محتاج لإلي. اسمعني جيدا، بالحقيقة يسوع مش محتاج لإلك، أنت اللي محتاج لإله. وكتر خيره انه نقيك. هذا بحد ذاته لازم تقول هللويا. طب تبوس الارض 10,000 مرة كل يوم تقول هللويا نقاني. تخيل الان يا احبائي، تخيل صلى كل الليل كل الجماعة اللي هونيك عم بيقولوا بكرة جاي يسوع ينقي تلميذ، بقى كل اياتهم بالليل عم يعملوا بوش اب. هذا اللي صار يلفت نظر الرب، يقطع من حده ويعمل له هللويا. واحد تاني حامل كتاب مقدس ماشي من حده أسيس يسوع. تخيل بالحقيقة أنت ما بتعرف أنا شو بعرف، بس افتح معي الآن على تكوين. شو رأيك بالخليقة؟ أو يفتح معه جدلات يعني للأسيس يسوع لكي يلفت نظره، لأنه بالحقيقة شخص دماغ فهمان. يعني أنا بحب ساعدك إذا بتحب طبعا، لكن طبعا يعني واجه أشخاص كثيرة لربما أصحاب أموال، أسيس يسوع انتبهت؟ يعني شو بدك أنت؟ بدك كنيسة منعمر لك واحدة؟ شو بدك؟ قل لي بس بشرط تصير تشتغل عنا. بصير نحن شو من قلك تعمل، لأنه بالحقيقة نحن اللي عم نعيشك. وإذا أنت ما بتعمل نحن شو منقلك، نحن عنا هون أكترية صبح وعنا أموال. شو بدك تعمل يا أسيس يسوع؟ بالحقيقة أنت محتاج لألنا. وإجا أشخاص أصحاب عائلات ونفوذ، وواقفين هنيك ولابسين كل ثيابهم اللي بتبين أنه هن أصحاب نسب وحسب، وأجوا لعند يسوع ووقفوا قدامه وقالوا له باستور جيزو، لأنه مسقفين. لأنه فيس دو با هدول. يعني نحن تعرف بابا مبارح في يخدمك لأنه هو رئيس البلدية هون. وإذا بتنقيني يعني بابا بصير صديقك شخصي. تخيلوا الآن، تخيلوا يسوع نزل ولقى ألافات قدامه ناطرة كلياتهم، وواحد صار هيك وواحد عم طلع فيه. ولكن نقى ناس طالعة ريحتهم.
بلش ينقي على الريحة غبس تع سلطان إبراهيم تع أشخاص كانت معتبرة إنه ما في عنده ولا أمل. كل الناس عندهم أمل أكثر منهم. كانوا أنا متأكد إنه الرسل واقفين ورا كلياً لأنه معتبرين حالهم إن هني أردت ناس بالمجتمع. مستحيل إنه معلم عظيم مثل الأسيس يسوع ينقيهم. لكن الله أنزل المتكبرين عن عروشهم ورفع الوضعاء. ونقل 12 اتبعني اتبعني. نعم بالايام الجايه رح ببقى رح بلش احكي عن هدول 12. بحكي عن هدول 12 بسقطاتهم وبضعفاتهم بقوتهم وبكل اللي كان عندهم اياه. لكن كان عندهم اياه ميزه خاصه انهم اتباع اتباع. كلمة لربما البعض منكم هون بتسأل عن ما معنى انه تكون اتباع. اتباع يا احبائي بانك انت لا تقود انما انت تتبع. الله لا يبحث عن قادة, الله يبحث عن اتباع. اتباع لأنه كل مرة كان الإنسان عم بيحاول فيها يقود كان عم بيوصلنا لإسماعيل, كان عم بيوصلنا لمشاكل, كان عم بيوصل للدمار. لكن كل مرة كان الله عم بيقود كان عم بيوصل للخلاص, للشفاء, للتحرير. وإذا أنت بدك تكون بمخيم يسوع, ميزة ينبغي أن تكون في كل واحد فينا كفعل أتباع. أنا لا أقرر, هو يقرر. أنا لا أقود, هو يقود. أنا كل اللي أعمله أمين أتبع. هو يمشي وأنا أتبع, هو يتكلم وأنا أطيح, هو يقود وأنا أتعلق به. أتباع. لما واحد حاول منهم أن لا يكون أتباع كان في النتيجة بأنه انتهى مشنوق, سيطر عليه أرواح شريرة وضايع وما عنده مكان بقى وخسر كل شيء. تخيل خسر انه يكون اسمه, كان مفروض انه يكون اسمه على ابواب اورشليم الجديده. كان لازم نقرا يهوذا. لكن تعرف الان شو رح نقرا؟ بولس. اتباع. الله يبحث عن اتباع. حبب احكيكم اليوم عن اول تلميذين. انا بدي اسالك سؤال ان اذا انت اليوم ما بقى عندي وقت بتخيل فوت بهدول التلميذين يعني, بس بدي اسال سؤال كتير مهم. اذا انت اليوم بدك تنقي فريق عمل ها, أنا وأنت اليوم أنا وياك بدنا ننقي فريق عمل حتى بهذا الفريق العمل نغير العالم, مين بتنقي؟ فكر فيها لسوين الآن. الرب يسوع إذ اختار هدول التلاميذ الاثناش عارف بأنه هدول التلاميذ الاثناش هدول هن مثل ما هن بريحتهم بزنختن مش بزنختن بزنختن ها سوف يغير فيهم العالم.
الدعوة اللي عم بيدعيهم عليها ليست دعوة طبيعية، لكن الآن عم بنقي فريق عمل اللي بس يطلع على السماء رح يتركه يهتم هو بالمسائل. إذا أنت هنيك، إذا أنت الآن عندك خيار إنك تنقي أشخاص لتساعدك بالخدمة، لتوقف معك بالخدمة، بدي أسألك سؤال الآن، على من يقع اختيارك؟ اسمعني جيدا يا أحبائي، سهل جدا إنك تدرب مين مكان على الخدمة ويخدم ويكون شخص تابع، لكن شخص عنده كل صفات الخدمة ولكن لا يتبع، مستحيل إنك تقدر تتعامل معه، لأنه راح يضل شارد بطريقه الخاص. بدل ما أنت تصير تهتم بالمسائل، صير تهتم كيف تخليه يتبع. يتبع يتبع مين بتنقي؟ أنا وأنت يمكن نتطلع فلين فليتين، لو أنا محله كنت نقي هيك نقي هيك نقي هيك، بنعمل فريق عمل. بذكر أول خدمتي نقيت، أوه. بعد فترة فترة، بعد 8 أشهر لقيت حالي بغير بلد، عم صلي يا رب دخيلك خلصني. رح اختنق من جراء شو نقيت، لكن تعلمت. انت اليوم مين بتنقي؟ يسوع نقى أتباع. اتبعني. واحد منهم كاتب كان يعتبر بأنه ليس له أي خلاص، مكروه من كل العالم. الكتاب يقول بإنجيل متى، ومتى الذي يكتب، قال ونظر إلى عشار، عم بيأيد مصاري وبيقبض وبيسرق من العالم، وقال له اتبعني. الكتاب يقول في الحال ترك كل شيء وقام وتبعه. الله يبحث عن أتباع يا أحبائي. نهار الجمعة القادم الله راد رح بلش أحكي عن أول تابعين للمسيح اللي هن إخوة، وأنا بحب أحكي عن الإخوة لأنه أنا عندي خي كبير وعندي خي صغير وكنا نتصارع دائما بالبيت. يوحنا ويعقوب أول اثنين نهار الجمعة القادم بإذن المسيح سوف نتحدث عن هدول اثنين. خلينا نوقف مع بعض. إذ نريد أن نحتفل بمائدة الرب، على فكرة بدي أشكر رب الآن أيضا على وجود خينا هادي خوري. هادي يا ريت تعملنا هيك بإيدها، خلينا نشوفك. هادي والماما كمان، خلينا نعطي زقفة الآن. مبسوط كتير إنه شوفوا لهادي اليوم بيناتنا. على فكرة هادي زوجته بأمريكا وهو بكنيسة سان فرانسيسكو محل ما بروح بوعظ، ولمدة طويلة الله أو خلينا نقول ما كان عندهم أولاد بعد زواج، ومجدا للرب يسوع. ظاهر عندي مسحة بهذا الموضوع. كان في نبوة على حياتهم أن الله رح يعطيهم أولاد ورح يفرحهم عن كل السنين الماضية. والسن اللي قبلها زوجته حبلت وجابت توم، هاليلويا، صبي وبنت. عائلة فرد مرة يعني. بقى بتشوفهم هلأ اتنيناتهم حاملين كل واحد ومرته بيبي، منظرهم كتير حلوين. على فكرة الصبي طلع بيشبه هادي والبنت بتشبه هدى زوجته، وهن ساكنين في سان فرانسيسكو وهو الآن لفترة محدودة. أنا بشكر رب على وجوده في وسطنا في عائلة كنيسة حياة فياضة. لكن الآن ارفع يديك انت أيضا إذا محتاج لمعجز اليوم من الرب، قل له يا رب اليوم بدي انزل عن عرشي. إذا أنا بدي أكون معك يا رب بدي انزل عن عرشي، عن كبريائي، عن أموري، عن طموحاتي، عن كل الأشياء اللي أنا فكر فيها يا رب. أنا بدي أنك أنت تتمجد فيي، بدي أنه أتبعك يا رب بهذه الكنيسة. ما بدي أكون متمرد، ما بدي أكون شخص ماشي على ليلة، لكن أريد أن أتبع. علمني يا رب أن يكون فيها هذه الصفة التبعية. ارفع يديك يا رب، أريد أن أكون تابع. بلش صلي من كل قلبك، قل يا رب اليوم غيرني لكي أكون فاعل، لأنه إن لم أكن تابع لا أستطيع أن أكون فاعل.
عشان هيك أنت محتاج أنك تكون بكنيسة. يا أحبائي الأشخاص، أنت تحتاج أن تكون جزء من عائلة لكي يستخدمك الرب، لأنه الله لا يستطيع يستخدم شخص ما عنده أي تبعية، لأنه نفسية التابع بتبين بالكنيسة، نفسية شخص التابع بتبين بجسد المسيح، بتبين لما أنت بتكون بالجسد عم تخضع، عم تستخدم، عم تخدم وعم تتبع شو الله عم بيقول من خلال هذا الجسد. عشان هيك أنا وأنت نحتاج أن نكون جزء من عائلة، جزء من كنيسة، جزء من جماعة لله فيها يبلش ينمي فينا صفات التلاميذ. مين ما كنت تكون اليوم أنت، اسمعني شو بدي لك، لين لربما أنت حالتك أضرب بكتير من حالة الرسل. في أمل يا أحبائي، لأنه بكرة رح خبرك عن الرسل ومن وين جايين، رح تعرف أنه ثلاث أرباعهم، مش ثلاث أرباع، كلهم كانوا بشر أدنى من العاديين بالحقيقة، لكن أنا وياك اليوم منسمي كاتدرائيات على اسمهم، منسمي أولادنا على اسمهم، صرنا مفتخرين فيهم وشايفينهم أبطال في الإيمان، لكن هن بشر عاديين يملكون صفة واحدة، أنهم أتباع الله. اليوم يريدك أن تصبح محترف في التبعية. شو شغلتك؟ أنا محترف أن أتبع، محترف أن أخضع وأتبع، أنا محترف. نعم، لأن الشخص الذي لا يتبع لن يأتي وقت حدا يتبعه. حدا عم تسمع علي الآن يا رب تعال، تعال بروح القدس والمس كل أفكارنا الآن يا رب، لكي تحولها، لكي تعطينا نفسية أشخاص فاعلة. يا رب نريد أن كل واحد منا يكون راعي وفاعل، لكن غيرنا قبل أن نصبح أتباع. مثل ما قلت لك إن هالجمعة يا أحبائي، لا تستطيع أن تخدم الله إذا ما فيك حياة. كيف بك تروح؟ شو بك تروح تعطي موت؟ أصلا ما رح يطلع منك خدمة، لأنه رح تعملها من جهدك الخاص مش من فايد اللي عندك. إيه رح تلاقي حالك عم تتعذب لما نقول لك تعا خدم، تعا مول هيك، بتلاقي أوف أنا مش قادر، صعب، أوف بزيادة اجتماع، زيادة ليش عم بتقول هيك؟ لأنه محتاج للحياة اللي فيك هي لتعطي الخدمة. لكن تخيلوا معي الآن، نحن هون 300 شخص وأكثر، تخيلوا معي الآن أنه 300 أو أكثر كل واحد منا صير عنده نفسية خادم، كل واحد منا صير عنده نفسية تابع، كل واحد صير عنا نفسية شخص راعي يهتم بالآخرين بدل ما هو يهتم بنفسه. إذا كل واحد بيهتم بواحد من هلأ لآخر السنة، هذه الكنيسة بتصير ألف. تخيل، ارفع يديك يا رب بس بدي واحد، لكن يبدأ بأنه أنك تحط فيه حياة. علمني يا رب، علمني كيف أتبعك وأخدمك بحسب قلبك أنت يا رب، مش بحسب أنا شو بدي وطموحاتي شو بتقول، بحسب قلبك أنت. محتاج صلي الآن، ارفع يديك وبلش صلي بروح القدس، صلي له يا رب الآن تعال بروح القدس. بدي فريق التسبيح نطلع لو سمحتوا الآن. مجدا 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 ليسوع، مجدا ليسوع. هللويا 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 هللويا. ارفع يديك الآن اعبده بالروح القدس. مجدا لك، شكرا لك، هللويا 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 هللويا. اعبدوا الآن، اعبدوا من كل قلبك، كل يد مرتفعة الآن بالعبادة للرب. هللويا هللويا هللويا. اعبدوا أكثر، اعبدوا أكثر، اعبدوا أكثر بقوة 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 بقوة. يا رب املأني بالحياة الآن، املأني بالحياة الآن. صلي له يا رب الآن، حط فيي حياة، حياة، حط فيي تبعية يا سيد. أوه هللويا هللويا.
مجدا لك مجدا لك. هللويا 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 مجدا ليسوع مجدا ليسوع
هللويا مجدا ليسوع.